انا بعمل دور سواق تريلا. بيبقى المنقذ في اوقات، يعني هو اللي بيطلع لهم في وقت الزنقه ينقذهم، يعني مع انه يبان انه عكس كده، لكن هنتفاجئ في الفيلم بقى بشخصيته. يعني هو مش شرير قوي ومش طيب قوي، لكن هيطلع في الاخر راجل نبيل وكويس. يعني بيومي صديق مسرح وصديق زمن، احنا جيل واحد اشتغلنا مع بعض من واحنا صغيرين يعني، ومن ايام الفرق المستقله. فبيومي رائع والشغل بقى ممتع وهو ممثل سلس وجميل. انا بحبه يعني. كواليس روعه، انت بتشتغل مع نجمه رائعه وملتزمه جميله، شغلها حلو، زي الاستاذه منى زكي متعاونه، ومجموعه ممثلين الشباب اللي كانوا عاملين الصيادين من اجمل ما يكون، الاستاذ رشدي الشامي. طب انت عايز ايه يعني احسن من كده؟ كواليس هايله. بيكرهوني وبيشتموا وبيدوا عليا، وبلاقي صور ان الراجل ده شرير والراجل ده، واكيد هو كده مش في الحياه، بس انا ده تمثيل، احنا محترفين يعني، اكيد انا عارف انا بعمل ايه يعني. لا بص، هو يعني ده نجاح في الاخر، هم بيشتموا الشخصيه مش بيشتموني انا، هم على المستوى الشخصي ما يعرفونيش يعني، فهم بيقولوا كده على الشخصيه، ولازم كانت توصل كده، امال هيتعاطفوا معايا ليه يعني؟ يعني مش لازم يتعاطفوا معايا يعني. لا ما فيش حاجه غير ان الدنيا كانت ساقعه قوي قوي على الرصيف اللي كنا بنتصور عليه، درجه الحراره كانت مش معقوله يعني في الساعه، بس يعني ما فيش حاجه، بس قدرنا، ما الناس بتشتغل هناك وزي الفل، ما احنا كمان نشتغل ليه لا يعني. فيلم البعبع بنصوره دلوقتي مع الاستاذ امير كراره، ودخل الفيلم باسمه برشامه، تاليف الاستاذ خالد دياب، وبطوله الاستاذه نيلي كريم والاستاذ سيد رجب.